السلام عليكم قرب، مرحبا وسهلا. انا عرفت من 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 من, من اللبس ما شاء الله والثوب من سلطنة عمان ابويا. فعلا هذا احنا لبسنا اهل عمان مميزين يعني. ان شاء الله الله يبارك فيك. ان شاء الله الاسم الكريم عمي. اسمي سيف بن خميس. وسبعة عام، كل عام وانت طيب. خبر طيب ان شاء الله. وان شاء الله خبرنا شو تعيش الاجواء العيد؟ الاجواء الحمد لله، نحن في دارنا، نحن في دارنا في دولة الامارات، ها بلدنا. نعم اي نعم. والعيد السنة شوية عندنا متميز، ليش؟ لأن كمام مثل ما تقول احترازات وهذا، ولا كان العيد الأول الحمد لله يعني سهالات. نعم. والحمد لله، وإن شاء الله أنها غمة بتزول إن شاء الله. هذه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. العم أنا العيد العود هذا يسمونه عيد العود. إيه؟ وهذا عيد، هذا العيد عندنا متميز شوية. إيه؟ عيد العود. زين. انا اللي اعرفه من عادات العيد العود، سامحني ما قاطع كلامك الا بمتمه، يسوون الشيء يسمونه اظن شوي. سويتوا السنه ولا؟ سنه، هذه السنه الشوي التنور. إيه؟ هذا ضروري في هذا العيد. يعني هذا من ميزات العيد العود، هذا هو الشوي. ما شاء الله. اي نعم. غير يعني متميز عن باقي الاعياد الاخرى، فالعيد هذا هو في الشوي. اي نعم. ما شاء الله. الحمد لله. امورك طيبه يا العام؟ الحمد لله وانا في داري. الله الله يبارك فيك. نعم انت صادق، انت في دارك الامارات وعمان ترى دار واحده. واحد صحيح. اي نعم صحيح. ان شاء الله ونتمنى لك دائما الخير والصحه يا رب العالمين. وتحيات ان شاء الله لشعب الامارات وابو خالد على راسه. يا عيني ما تبكيك. ان شاء الله ان شاء الله تحيات لك. خلاص قطعوا اللقاء هذا. ليش عمي؟ ليش بالعكس؟ الله يحفظك ان شاء الله. خبرني شوف 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 شو ليش تاثرت؟ الله يحفظك. هذا من حبك ومن حبنا لك. جزاك الله خير. قطعه خلاص قطعه. الله يحفظك ان شاء الله. وموفق وموفق يا العم. الله يبارك فيك. المشاعر الطيبه يعني سبحان الله. ريال الطيب يقول لي انا اذا تكلمت عن الامارات راح اداري، ويمكن انا يعني اللي 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 ما اقدر اني اكمل. وفعلا